سبق وأن صرحنا قبل يومين حول ملف 13,000 درجة وظيفية والاستحقاقات لأبناء محافظة البصرة، وأنه هذا الملف ممكن يتسوف للانتخابات كون الانتخابات على الأبواب. يعني إحنا خلال شهرين راح ندخل بالانتخابات فعليا. إحنا طالبنا بأكثر من مناسبة بأنه يتم استضافة المسؤول عن هذا الملف، لكن للأسف أكو تردد عند بعض الأخوة. اليوم قدمنا بشكل رسمي وإن شاء الله سيتم إطلاعكم كجمهور في محافظة البصرة على الأسماء اللي راح تدعم قرارنا باستضافة، لأنه هذا الملف جاي يسبب هدر بالأموال المستحقة لمحافظة البصرة. 13,000 درجة وظيفية في 300,000 للشهر لمدة سنة يطلع ما يقارب 46 مليار، هاي راحت على البصرة كل شهر جاي يروح من عندنا أموال إضافية. أنا ما أعرف شنو سبب التأخير للأمانة، علما بأنه هذا الملف سبق أنه سبب لنا اضطراب أمني، وشفتوا المظاهرات استمرت لكثير أيام خطية المتظاهرين أكثر من 20 يوم أمام مبنى مجلس محافظة البصرة. بالنتيجة ما حصلوا أي شيء. اللي نطلبه إن شاء الله من الأخوة في مجلس محافظة البصرة بأن يكونون حريصين جدا على أبناء محافظتهم، يكونون حريصين على استحقاقاتهم المالية، لأنه هاي 13,000 درجة وظيفية ما بيها أثر رجعي. يعني بمجرد توقيع العقد راح تستلم استحقاقك، هاي الأموال الجاية تضيع بسبب مجاملات هنا وهنالك. وإن شاء الله سيتم إطلاعكم على كل الأسماء اللي راح تساعد معانا، والأسماء اللي ما راح تدعم بقرار استضافة المعني راح نعلنها بشكل مباشر.